للتعليق على الموضوع ينضم إلينا في الاستوديو الكاتب والباحث السياسي العراقي الأستاذ نظير الكندوري. مرحبا بك أستاذ نظير. حياكم الله، حيا مشاهدي قناتكم الكريمة. حياك الله أستاذ نظير. قناة سي بي إس الأمريكية في تقرير لها ذكرت أن الحرب على العراق اتخذ بعد ساعات من هجمات 11 من سبتمبر أيلول عام 2001. لماذا من وجهة نظرك إذن بدأت الإدارة الأمريكية أو الجيش الأمريكي بغزو أفغانستان؟ يعني الحقيقة هذا الخبر، يعني ربما هناك خبر أكثر غرابة من عنده، بأن قرار الحرب لم يكن بعد ساعات فقط بعد حادثة 11 أيلول، إنما كان القرار متخذ قبل الأحداث نفسها. هذا ما يعني أكده مايكل شوسوفسكي في كتابه حرب أمريكا ضد الأرهاب، قال بأنه نقلا عن أحد الجنرالات الأمريكيين واللي هو بالذات اسمه تومي فرانكس، يقول بأن قرار الحرب ضد أفغانستان والعراق قد اتخذ قبل الأحداث نفسها. بما معنى يعني أن هذه الأحداث هي ذريعة، جاءت ذريعة جيدة جدا لبدء مثل هكذا حروب. وسؤالك حول أنه لماذا بدأوا في أفغانستان وهم كانوا مقررين يعني غزو العراق، كان لابد لهم من هدف يكون أسهل من العراق، وبالتالي يعني أحداث 11 سبتمبر كانت هناك أدلة على أن من قام به عناصر تتبع القاعدة وهي متواجدة في أفغانستان، فكانت هذه الضربة لأفغانستان لأنه هي دولة ضعيفة، دولة متهالكة، ليس لها القدرة على مجابهة يعني القوات الأمريكية. فعندما قامت بغزو أفغانستان واستتب الأمر لهم، وبعد سنتين قررت غزو العراق استثمارا للنجاح الذي حققته في أفغانستان. وإلا فإن قرار العراق قد اتخذ منذ وقت طويل، وجاءت الأعذار لكي تبرر مثل هكذا غزو، مثل يعني امتلاك العراق أسلحة دمار شامل وغيرها، وربط علاقة ما بين صدام حسين وإسامة بن لادن وغيرها من الأكاذيب التي ثبت كشفها وثبت يعني عدم صحة هذه الادعاءات. في هذا السياق أستاذ نظير، بالحديث عن فشل هذه الذرائع، كيف تفسر ذلك الفشل بعد مرور 18 عاما وهذه الكارثة التي كانت على كل الأصعدة في بلد كالعراق؟ يعني أنا يعني كل التقارير الآن عندما تصف غزو الولايات المتحدة وصنيعتها يعني بريطانيا للعراق، يعني في ظاهر القول أنه لا يوجد هناك فائدة قد جنتها الولايات المتحدة أو الغرب بشكل عام من هذا الغزو. لكن في حقيقة الأمر لو تحرينا بشكل أكثر دقة بأن الولايات المتحدة رغم أنه هي التي تكلفت بغزو العراق، إلا أن العراق ذهب لقمة سائغة لدولة مثل إيران. لكن هل يا ترى الولايات المتحدة لم تستفيد من هذا الغزو؟ أنا أقول لك لقد استفادت الولايات المتحدة فائدة كبيرة جدا. لماذا؟ لأنها قد أزاحت بلد بحجم العراق كقوة اقتصادية، طاقة بشرية، موارد طبيعية، من الصراع الكبير الذي كان موجودا ما بين إسرائيل وما بين الدول العربية. كان العراق يشكل ثقل كبير في هذه المعادلة. عندما أزيحت العراق من هذه المعادلة، الآن نرى مثل نتنياهو الذي هو الآن يصرح بضم أراضي جديدة ويصرح بأنه هو من يقود الشرق الأوسط ولا توجد دولة تنافسه. هذا كله يعني من أسباب ونتائج خروج العراق من هذه المعادلة، معادلة الصراع الإسرائيلي العربي. ما مدى واقعية هذه الهجمات، هجمات 11 من سبتمبر؟ صحيفة الاندبندنت البريطانية ذكرت أن أحداث 11 من سبتمبر ما هي إلا مسرحية أمريكية بإخراج دموي من جورج بوش الابن. يعني ليس مستغربا على الولايات المتحدة التي هي خاضت حروب كثيرة بدواعي هي من صنع المخابرات الأمريكية، قلبت أنظمة حكم في كثير من الدول العالم الثالث بخدع يعني مخابراتية. وبداية هذه الحرب ما يسمى بالحرب على الإرهاب، والتي كان المستهدف فيها فقط هم المسلمون وبالذات المسلمون السنة، كان لابد من هناك حادثة حقيقية من صنع
المخابرات لتبرر مثل هكذا حرب اسمها حرب عالمية وحرب صليبية ضد الإرهاب. فكانت هذه الحادثة وكثير من الأدلة وكثير من الإثباتات تدلل على أن هذه الحادثة كانت مفبركة ومصطنعة، ويعني كثير من الإشارات التي تدل على ذلك اللي هو مثلا يعني أخذ إجازات لمعظم الموظفين من أصول يهودية كانوا غير متواجدين في برجي التجارة في أثناء التفجير، وكثير من الحوادث تدلل على أنها هذه الحادثة مفبركة 100%. والشعب الأمريكي قد تعرض إلى خدعة كبيرة، صوروا الأمر لهم بأنه تحدي كبير للأمن القومي الأمريكي، وبأن هذه الضحايا ذهبت نتيجة إرهابيين هم إرهابيين من دول إسلامية. الشيء الأكثر يعني غرابة في مثل هكذا يعني سيناريو استخباراتي أن داعش سبتمبر لم تكتمل لحد الآن استثمارها استخباراتيا. هي استثمرتها في أفغانستان، في غزو أفغانستان، استثمرتها في غزو العراق، والآن أصدروا قانون يسمى بقانون جاستا الذي هو يتيح للإدارة الأمريكية بالحصول على تعويضات من دول عربية بالذات السعودية. في هذا السياق ما مدى إمكانية قبل الحصول على تعويضات لأمريكا على هذا الغزو، ما مدى إمكانية مطالبة العراق والشعب العراقي لتعويضات مادية ومعنوية على كل الخسائر المرتكبة فيها تلك منذ تلك الفترة وإلى الآن؟ طبعاً يعني يا أختي الكريمة، قانوناً من حق العراق بل من حق أفغانستان أيضاً أن يكون لها الحق بكل هذا التعويض بهذا الدمار الذي حصل في البلدين، لأن الأدلة والحجج التي استندت عليها الولايات المتحدة في غزوها هي حجج أثبتت يعني عدم صحتها وعدم واقعيتها. لكن كما نقول نحن نعيش الآن في عالم غابة، الآن القانون مع القوي، القانون مع من يمتلك السلاح، القانون مع من يمتلك الاقتصاد، والولايات المتحدة على اعتبارها الآن هي من تدير العالم يعني عسكريا، هي من تدير العالم اقتصاديا، فالقانون والحق معها. لذلك بلد مثل الآن بلد ممزق مثل العراق من الصعب جدا أن يطالب بحقوقه. لنقول في هذا المجتمع، في هذا العالم الذي هو أساس صراع على مستوى شريعة الغاب، يجب أن يكون العراقيين يمتلكوا زمام قوتهم لكي يستعيدوا حقوقهم، وإلا وعلى هذا الضعف فلا مجال لأن يأخذ العراقيين حقوقهم من أي بلد قد تعرض للظلم من قبله. يعني تسبب بقتل وجرح أكثر من 1,000,000 عراقي وتشريد الملايين، وكذلك يعني الكثير، كذلك خسارة مادية بتريليونات الدولارات قدرتها بتقارير دولية. من وجهة نظرك يعني الاحتلال كيف أثر على توازنات القوى في المنطقة؟ بالتأكيد أنا نوهت قبل قليل أن يعني إزاحة العراق كبلد بهذا الحجم من الموارد، بهذا الحجم من القوى العسكرية، قد أثر تأثير بالغ على أحد الصراعات المهمة اللي هو الصراع الإسرائيلي والعربي. لكن هناك تأثيرات أخرى. يعني هل تتخيلون أن إيران يمكن أن تتوغل بالمنطقة كما نراها الآن لو كان العراق بعافيته؟ من المستحيل. العراق خاض حرب 8 سنوات، قد استطاع الحد من هذا النفوذ وهذا النزعة التوسعية لبلد مثل إيران. الآن إيران تعتبر من الدول الكبرى والقوية في المنطقة، وتنافس على أن يكون لها نفوذ في المنطقة على حساب دول المنطقة. هذا كله ما كان ليحصل لولا خروج العراق من معادلة هذا الصراع. نفس الحال في دول أخرى، ظلمت دول أخرى بسبب إزاحة العراق. ما يحدث الآن في سوريا، ما يحدث حتى في اليمن، ما يحدث حتى في كثير من الدول العربية، ربما كان إزاحة العراق من المشهد السياسي كان له التأثير في هذا الأمر. الخارطة السياسية في الشرق الأوسط تغيرت كثيرا عندما أزيح العراق من يعني ساحة التوازنات الإقليمية في المنطقة. نشكرك شكرا جزيلا. ضيفنا في الاستوديو الكاتب والباحث السياسي العراقي الأستاذ نظير الكندوري، حياكم الله.